اهلا وسهلا بكم تحيه طيبه لكم والرب يبارك حياتكم اليوم راح نتامل بنعمه الرب عن موضوع مشوق همنا ومهم بحياتنا اللي هو القلب وصفاته مكتوب بسفر ارميا صاح 17 والعدد 9 وبعض الاعداد الثانيه اللي وراها القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه انا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لو أعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله يذكرنا الكتاب المقدس مئات الآيات اللي بتتكلم عن القلب وعن صفات القلب وهو العداد اللي ب الله نوايانا وأفكارنا ولهذا أكو قلب شرير أكو قلب مخادع أكو قلب غليظ أكو قلب رقيق قوي متواضع وإلى آخره في أنواع مختلفة من القلوب لكن الكتاب المقدس من يحكي عن القلب ما يقصد هذه العضله اللي موجوده في صدورنا وبدورها هي بتضخ الدم لكل الجسم لكن بيتكلم عن فكر الانسان بيتكلم عن مركزيه نوايه الانسان بسبب القلب او فكرك او الاساس اللي انت بيه ممكن ان يخدعك ولهذا الرب يعلن في الكتاب المقدس في سفر حزقيال ايضا أن أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم أعطي مجال للرب أنه يغير قلبك قلبك تغير بسبب الحياة اللي أنت عشتها قلبك ممكن صار قوي قلبك ممكن انملأ بالكراهية بالعدم الغفران صار غليظ نوعا ما بسبب الظروف لكن الله اليوم بيعرف اللي انت بتمر بي وهو يقول لك انا اريد ان اعطيك قلب من لحم في الرسائل في الانجيل بيعلمنا بان كل ما هو في المسيح فهو خليقه جديده الله يريد يخلق شيء جديد في حياتك يعطيك قلب حقيقي قلب لحمي صلي هالصلاة وأطلب من الرب أنه فعلا يشيل كل قساوة وكل قوة موجودة بقلبك بحياتك يا بان السماوي يا من خلقتنا أنت على صورتك يا رب العالم غيرنا العالم فعلا كسرنا العالم غير مفاهيم بحياتنا قوة وقسى قلوبنا نطلب من أنك يا رب بهذا اليوم أنه فعلا مثل ما أنت وعدت انك تعطينا قلب لحمي وبتشيل من عدنا القلب الحجر قلب القاسي قلب الملآن ضغينة وملآن كراهية وملآن حقد غيرنا يا رب لكي ما نعرف فعلا نمجد اسمك وبنكون صورتك الحقيقية على هذا العالم باسم المسيح يسوع أصلي آمين آمين دير بالك على قلبك ورب يباركك